السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتر موغا ستودنت اخ دي بي اس اسيس يقدم المستوى السادس ابتدائي مادة الرياضيات درس التناسبية النسبة المئوية. سعداء بلقائكم أعزائي الصغار في درسنا اليوم. أهداف درسنا هي تعرف النسبة المئوية من خلال وضعية يتم فيها حساب النسبة المئوية من مقدار وتحديد نسبة مئوية. إذن سنأخذ كوضعية للانطلاق، إذن ألف يعرض محل لبيع الحواسيب تخفيضا قدره 20%. لاحظ الصورة وأجب عن الأسئلة التالية: ما هو مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب؟ ما هو ثمن الجديد للحاسوب؟ ب يعرض محل آخر حاسوبا من نفس النوع ثمنه 8990.60 درهما وبتخفيض قدره 25%. أي المحلين يعرض أقل ثمن لهذا الحاسوب؟ إذا لاحظ معي جيدا عزيزي التلميذ أن هذه وضعية انطلاق تتكون من وضعيتين، وضعية ألف ووضعية باء. إذن يجب أن تحل الوضعية ألف ثم تنتقل لتحل الوضعية باء. إذن أجب عن الوضعيتين داخل وضعية الانطلاق. إذن المطلوب هو البحث عن مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب. إذن سأحسب أولا مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب بالدرهم. نعم، إذن ماذا سنفعل؟ سنأخذ المبلغ المسجل على اللائحة في الصورة وسنضربه في النسبة المئوية. لاحظ معي أنني قمت بضرب العدد في 20 على 100. إذن 20 على 100 تمثل النسبة المئوية. إذن 20 على 100 أحولها إلى عدد كسري مقامه 100. نعم جيد، أتمم. إذن وكذلك يمكن أن نقوم بضرب تحويل هذا العدد إلى عدد عشري 0.02. أتمم. إذن لاحظ جيدا، أقوم هنا بعمليات مثالية إذن لنحصل على 1700 درهم. إذن مبلغ التخفيض هو 1700 درهم. نمر للسؤال الموالي وهو: ما هو الثمن الجديد للحاسوب؟ إذا سأحسب الثمن الجديد للحاسوب بالدرهم. بطبيعة الحال فهو ثمن الحاسوب المسجل في المحل. نطرح منه نسبة التخفيض أو مبلغ التخفيض الذي قمنا بحسابه سالفا 1700، لنحصل على ثمن الحاسوب الجديد، وهذا هو الثمن الذي تشتري به الحاسوب. إذا لاحظ معي جيدا، ف 8500 يعتبر هو المبلغ بالدرهم، ونطرحه من 1700 يعتبر مبلغ التخفيض لنحصل على المبلغ الجديد. نعم، نمر للوضعية الثانية: أي المحلين يعرض أقل ثمن لهذا الحاسوب؟ إذا كيف سأقوم بحل هذه الوضعية؟ بطبيعة الحال سأقوم بإجراء نفس الحسابات التي قمت بحسابها في الوضعية الأولى، وهي حسابة التخفيض عند شراء الحاسوب من المحل الثاني على الشكل التالي: مبلغ الحاسوب الثاني في نسبة التخفيض 25%. إذا تلاحظون 25 مكتوبة على مقسمة على 100، يعني كعدد كسري مقامه 100، لنحصل على تخفيض قيمته 2247.65 درهما. إذا ثم نحسب الثمن الجديد، سوف نطرح المبلغ من قيمة التخفيض بالدرهم للحصول على الثمن الجديد 6742.95. نعم، بما أن ثمن الحاسوب في المحل الثاني، إذا 6742.95، هو أقل من ثمن الحاسوب بالمحل الأول الذي يمثل 6800. يعني هذا يدفعنا أن نقول أن المحل الثاني هو الذي يعرض أقل ثمن لهذا الحاسوب. إذا نمر للوضعية الثانية، لاحظ الجدول أسفل. نعم، إذا لاحظوا مع هذا الجدول، فهذا الجدول يمثل ثلاث حالات متفرقة. إذا هذا الجدول عندنا الخط الأول، السطر الأول يمثل المبالغ بالدرهم، والسطر الثاني يمثل قيمة التخفيض من المبالغ بالدرهم. إذا هذا المبلغ نسبة التخفيض فيه هو 500،
وهذا المبلغ نسبة التخفيض فيه هو 7150، وهذا المبلغ نسبة التخفيض فيه 72555. إذا المطلوب هو أن تحسب نسبة التخفيض في كل حالة. نعم، إذا سوف نتعرف على الجواب بطبيعة الحال. إذا لدينا الحالة الأولى، إذا سأحسب نسبة التخفيض في الحالة الأولى. إذا نسبة التخفيض في الحالة الأولى كيف سنقوم؟ نعم جيدا، كما سبق ورأينا في الدرس السابق سنقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول، بمعنى قيمة التخفيض نقسمها على المبلغ بالدرهم. سنحصل على هذا العدد، هذا العدد بيمثل عدد عشري، سنحوله بطبيعة الحال إلى عدد كسري مقامه 100، هي 4 على 100، لنحصل على 4% كنسبة التخفيض في الحالة الأولى. إذا نحسب نسبة التخفيض في الحالة الثانية بنفس الطريقة. لاحظ جيدا، نعم 11%، جيد نستمر. إذا احسب نسبة التخفيض في الحالة الثالثة، لدينا العدد يساوي الخارج هو 0.21، نحوله إلى عدد كسري لنحصل على 21%. إذا نمر الآن إلى تثبيت القواعد إذا يجب أن تتذكر عزيزي التلميذ جيدا أن الحساب نسبة مئوية من عدد، نضرب العدد في النسبة المئوية. مثال لهذا الشيء، إذا احسب نسبة 20% من المبلغ، إذا المبلغ هو 4000 درهم، سنحسب منه 20%. إذا سنقوم نضرب العدد، العدد 4000 في النسبة المئوية التي سنحولها إلى عدد كسري مقامه 100. سنحصل على 800 أو 400 في عدد عشري. جيد، ننظر الآن كيف نحسب نسبة من عدد. إذا نكتب النسبة ونحولها إلى عدد كسري مقامه 100. جيد، إذا نمر، إذا مثال عدد تلاميذ قسمه 40، إذا واحد قسم عندنا فيه 440 تلميذ، من بينهم 20 بنتا، لدينا 20 بنتا في هذا القسم، نريد أن نحسب نسبة البنات في هذا القسم. إذا كيف سنقوم بذلك؟ نعم، سنأخذ عدد الإناث ثم نقسمه على عدد تلاميذ القسم، نحصل على 22 مقسوم على 40، نحصل على 0.55، نحوله إلى عدد كسري مقامه 100. جيد، لنحصل على نسبة 55%. إذا أستودعكم الله على أمل لقاء في حصة قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.